أنا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين، ها خلقتني من نار وخلقته من طين، وأنا يعني تأبى مقاييسي أو يأبى عقلي أن أفضل المفضول على الفاضل. هذه نقطة. شوف هاي واحدة من القنوات اللي تدور حول هذا المعنى، شنو الجواب عليها؟ جواب عليها مو الشكل. أولا النار إذا وضعت فيها شيئا أحرقت، نار تتلف ما يوضع فيها، لكنه التراب تضع به الحبة تعطيك 700 حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن هذا التراب مصدر للتنمية، مصدر للعطاء. إذا كانت النار تحرق ما فيها فهذا ينمي ما فيه، وحدة. اثنين، إذا تتصور أنك أنت مخلوق وإلك قيمة من النار، تراب خلق منه الأنبياء وخلق منه الأولياء وخلق منه الحكماء وخلق منه الفلاسفة، هاي اثنين. ثلاثة، التراب المهد أنت إذاك ترتاح إلى بالحس، هذا ترتاح إلى بالمضمون، لأن المهد اللي تمشي عليه واللي تأكل من عنده واللي تأخذ من خيراته واللي بالنتيجة ترجع عليه مرة أخرى. لاحظ أن هذا الخد الأنيق، هذا الوجه الجميل تستره. على كل حال التربة مصدر عطائنا ومصدر تكويننا وستر لنا. إذن التراب في مضمونه قد يربو على مضمون النار، ما يستقيم القياس لإبليس أنه هاي أفضل وها لا مو معلوم هذه أفضل أبدا، ماكو أفضلية، أكو تصنيف، هذا إلى مزايا وهذا إلى مزاياه.